فندم، أي خدمة. أنت هنا بتعمل إيه؟ نعم يا أخويا. بقول لك أنت هنا بتعمل إيه؟ أنت بقى شارب ولا شامم ولا واخد لك حقنة؟ مع السلامة يا أخويا، ورينا عرض كتافك. أنا عايز أعرف أنت هنا بتعمل إيه؟ أنا هنا في بيتي، وما مشيتش دلوقتي حالا هطلب لك البوليس، أنت فاهم؟ بيتك؟ محاسب. أنت رايح فين؟ هي وكالة من غير بواب. مين ده يا محاسب؟ أنت تعرفي؟ لا لا لا، يعني إيه؟ أنا محمود حسين وهبة يا محاسب، ودي بنتنا مش كده؟ رانيا. خد البنت وادخل أوضتك. دي بنتي. باشمهندس محمود اتفضل. أنت كنت عايز تعرف أنا هنا بعمل إيه؟ دلوقتي هتعرف كل حاجة. اتفضل. مام، مين ده؟ ده واحد صاحب بابا يا حبيبتي. مفيش حد كان متصور انك انت هتخرج من المستشفى. محاسن استنيتك كتير، وكان لازم تربي البنت. اتجوزتك ازاي؟ طلبت الطلاق والمحكمه وافقت. وانا معرفش. يا باشمهندس محمود، انت كنت مريض بمرض عقلي مش مسجون، وفي حالتك دي ما بيتمش اختار المريض بالطلاق، بيتم اختار القيم عليك. واحنا بلغنا اخوك الاستاذ رياض، وهو ما حضرش المحكمة ولا تابعش إجراءات القضية، حكمت المحكمة بالطلاق. وبنتي؟ في الحفظ والصون. قلت لها إيه عني؟ رانيا ما تعرفش أي حاجة عنك، ما تعرفش إنك موجود على الأقل لغاية دلوقتي. أرجوك قدر موقفنا، ما كانش ممكن إن البنت تعرف إنك في مستشفى الأمراض العقلية. إحنا عملنا كده لمصلحتك ولمصلحتها. طب ممكن أشوف بنتي لو سمحت؟ تبقى بتدمر حياتها بايديك يا محمود. هشوفها وامشي على طول. توعدني؟ اوعدك. شكرا يا استاذ.